بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، معكم الدكتور أشرف نبيه، استشاري طب الأطفال وحديث الولادة. إن شاء الله أكلم حضراتكم النهاردة في موضوع تأخير التسنين. يا ترى إمتى تقولي على طفلك الولد دوت أو البنت دي اتأخرت في التسنين؟ عند 6 شهور، عند 7 شهور، عند 8 شهور، عند 9 شهور، عند سنة ولسه ما طلعتش سنان؟ يا ترى أقول اتأخرت أو اتأخر إمتى بالظبط في التسنين؟ ولو في تأخير نعمل إيه؟ ده السؤال الأولاني. السؤال التاني، أطفال كتيرة قوي من الأطفال خلاص اللي عمرها 6 سنين و7 سنين اللي بدأت تغير الأسنان اللبنية ويظهر مكانها الأسنان المستديمة. يا ترى ابنك خلع سنته والسنة التانية لسه ما ظهرتش، يا ترى امتى اقول اتأخرت او امتى اقلق؟ والسنان الجديدة اعمل معاها ايه واتصرف ازاي؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه في الحلقة ديت. بفكر حضراتكم يا ريت تعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل للناس كلها، ويا ريت تعملوا سبسكرايب او اشتراك في القناة عشان يوصلكم اشعارات الفيديوهات، بحيث ان شاء الله تلاقوا كل جديد. ان شاء الله في رمضان هيبقى لنا فيديوهات كويسة جدا، وإن شاء الله كمان هنرجع للبث المباشر. الأول موضوع التسنين، لو طفلك اتأخر قاعد 6 شهور، 7 شهور، 8 شهور، التسنين ده ممكن يبدأ من عمر 4 شهور. طفل طلع 4 شهور، 5 شهور، 6 شهور، مفيش مشكلة. اتأخر لحد عمر سنة مفيش مشكلة. يعني لو ابنك قعد 9 شهور، 10 شهور، 11 شهر، سنة ما طلعش سنان، لحد عمر سنة ما أقدرش أقول إنه اتأخر. بعد السنة بقى أبدأ أقلق وأقول والله ده أنا أعمل أشعة على الأسنان، أعمل أشعة على الفك، أشوف السنان فين، ظاهرة مش ظاهرة في اللثة، أبدأ أشوف الكلام ده، أبدأ أقلق. الحاجة التانية، أبدأ أشوف أنا أصلا ساعدت ابني عشان يطلع السنان ولا لأ. يعني هل أنا بديله فيتامين د؟ هل بعرضه للشمس؟ هل بديله المغذيات اللي فيها فيتامين د والكالسيوم اللي هي صفار البيض، المنتجات الألبان زي الزبادي، بدي ظهر سمكة، بدي يعني منتجات أسماك، هي دي الحاجات اللي فيها فيتامين د والكالسيوم. يا ترى أنا بدي ابني الحاجات دي عشان أساعده في التسنين ولا لأ؟ دي الحاجات اللي احنا هنقول عليها نديها للأطفال من بدري. فيتامين د من اليوم الأول 4 نقط مرة واحدة كل يوم في السنة الأولى كلها. الطفل بيتعرض لأشعة الشمس قبل الظهر وبعد العصر نص ساعة ونص ساعة، الرأس متغطية، الإيدين والرجلين ظاهرين عشان الشمس فيها مصدر غني لفيتامين د اللي هو مفيد جدا للأسنان والعظام. الحاجة التالتة بقى، أما الطفل يتم ال6 شهور أبدأ أديله الزبادي، 9 شهور ولا 10 شهور أبدأ أديله السمكة وصفار البيض، بحيث هي دي المنتجات اللي بتزود أو تسرع في عملية التسنين. طيب ابنك طلع الاسنان، اهتموا بالاسنان وخصوصا الضروس. ليه؟ اشمعنى؟ ان الضروس قاعده مع الاطفال لحد عمر طويل، يعني مش هيبدا يجيب ضروس تانية قبل 11 سنه او 12 سنه. في ناس كل ما يتكلموا والله دي اسنان لبنيه مش مهمه، الطفل هيغير ومش هيبقى فيه مشاكل وحاجات زي كده. لا، ده انت كده لو طفلك عمره 2 أو 3 والضروس سوست نتيجة إهمالها، بياكل حلويات كتير، ما بيغسلش بقه كويس، ما بيتمضمضش، ما بياخدش سوائل، ده بينموا الأكل في بقه، ما فيش عناية كويسة بالبق، هنيجي نبص نلاقي الأطفال الضروس سوست وبقى فيها آلام شديدة، ولو ما اعتنتيش بيها وجريتي للدكتور الأسنان عشان ينضفها ويعمل لها حشو وكلام من ده، ابنك انت متخيله مش هيغير الدرس ده غير وهو عمره 11 12 سنه. يعني يفضل قاعد متعذب في الام الاسنان وفي الاكل اللي المفروض ان هو الضروس فايدتها العظيمه في طحن الاكل، مش هيعرف ياكل كويس، هيبقى عنده سوء هضم، هيبقى عنده دايما مغص، هتقولي الاكل بينزل زي ما هو، كل دوت عشان الضروس ما بتطحنش الاكل اللي هو بياكله. فنهتم جدا بنظافة الأسنان اللبنية عشان خصوصا الضروس، لأن دي مستمرة معانا فترة طويلة. القواطع اللي قدام دي بتغير عند 6 سنين، فمش في مشكلة حتى لو فيها سنة مش مظبوطة قوي،
او سوست او كده، دي التغيير بتاعها هيبقى بدري، عنده عمر 6 سنوات. طيب ابننا بقى خلاص ما شاء الله كبر، الاسنان اللبنيه كلها طلعت، جينا عمر 6 سنين والطفل هيبدا يغير. في المرحله دي يا ريت حضرتك تاخدي بالك كويس قوي، لان في بعض الاسنان تظهر تحت السنه التانيه، يعني تيجي تبص تلاقي السنه الجديده ظهرت معوجه خلف السنه القديمه. طبعا لازم عند ساعه ما عمر الطفل يجي في موضوع تغيير الاسنان الجديده لازم تاخدي بالك من بقه، تبص فيه، مش لازم كل يوم يعني كل اسبوع، يا ترى في حاجه جديده ولا لا. مجرد ما يظهر اي سنه، طبعا الاطفال اللي بتخلع على طول ما فيش فيها مشكله، السنه بتتخلع لوحدها، يعني اسنان سطحيه كلها الاسنان اللبنيه دي، والتانيه هتظهر اللي هي المستديمه هتظهر تحتها بعد فتره، ما فيش مشكله، غابت شهر غابت شهرين غابت 3 غابت 6 شهور، ما فيش مشكله خالص. الاهم ان السنه ممكن ما تقعش تبقى جامده اللي هي اللبنيه، والتانيه المستديمه طالعه وراها فتلاقيها طالعه معوجه، ودي تبقى مشكله للاطفال بعد كده، بتاخد فتره طويله على ما تتعدل، وبعض الاسنان ما بتتعدلش غير بموضوع عملية التقويم. فناخد بالنا من عمر 6 سنوات، نبدأ نبص في بق الطفل حتى مرة أسبوعيا من جوه، نشوف يا ترى في أسنان طالعة ولا لا، بحيث لو في سنة من المستديمة طالعة لازم السنة التانية اللي هي اللبنية لازم تتخلع بسرعة عشان الأسنان ما تطلعش معوجة وفيها مشاكل. طيب ولادنا ما شاء الله خلاص خلعوا السنان اللبنية، بدأت تظهر الأسنان المستديمة. امتى اقول عليها متأخرة؟ زي ما قلنا نفس الفكرة، ممكن الطفل يقعد 3 شهور 4 شهور 6 شهور 8 شهور خلاص مفيش مشكلة خالص، ان شاء الله يطلع، بس احنا برضه نساعده على موضوع التسنين. نساعده ازاي؟ طبعا ده مش هنقول بقى يتعرض للشمس، كده كده الطفل دوت بيتحرك وبيخرج بيروح مدرسة بيروح حضانة بيروح يلعب كلام ده، فهو كده كده بيتعرض للشمس طول اليوم. نساعده بقى بالمغذيات زي او زي ما قلنا منتجات اللبن كلها، يشرب لبن، ياخد الجبنه، ياخد الزبادي، ياخد البيضه كامله طبعا في المرحله ديت، مش محتاج بقى نقول الصفار والبياض، هو الصفار طبعا هو الافيد، بس الطفل هياخد البيضه على بعضها عشان ياخد القيمه الغذائيه بتاعتها كلها. وبتكلم على الاطفال بعد 6 سنين اللي هو خلاص بنتكلم على الاسنان المستديمه، ياخد السمك بكل انواعه، ياخد التونه، ياخد كل انواع الاسماك. والوقت خلاص ده طفل ليه اسنان وبيعرف يهضم وبيعرف ياكل، بحيث يستفيد من المواد الغذائيه كلها وخصوصا فيتامين د. طب لو لقينا الطفل اتاخر شويه ممكن ساعتها احنا نساعده بفيتامين د زي الاطفال، نفس الفيتامين ده اللي كان بياخده الاطفال وهم في السنه الاولى، بس دوت ممكن نديله بدل ما كنا بندي التانيين 4 نقط ممكن ندي ده 6 إلى 8 نقط من فيتامين د مره كل يوم، وان شاء الله تطلع اسنانهم مظبوطه. ومجرد ما طلعت الاسنان المستديمه يا ريت نعتني بها بقى، خاص دي اللي معانا مدى الحياه، تعليم الطفل ازاي ينظف سنانه بالفرشه، ازاي يتمضمض، ازاي يستخدم معجون السنان عشان ما يحصلش عنده اي مشاكل في الأسنان. أرجو يكون الفيديو عجب حضراتكم، لو كان عجبكم يا ريت تعملوا شير ولايك عشان يوصل للناس كلها، ولو لسه ما اشتركتوش معانا في القناة يا ريت ادعمونا بالاشتراك في القناة. إلى أن نلتقي لكم مني كل التحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.